بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هنكمل دلوقتي مع بعض باقي الدورة الشاملة في تصميم العناصر باستخدام برنامج بروكن، وهنكملها مع المثال رقم 5 وهو بعنوان كولومز ديزاين أو تصميم الأعمدة بجميع أنواعها وجميع حالاتها. نبدأ النهاردة مع مثال بسيط وهنقول نفتح برنامج بروكن، ومن برنامج البروكن هنقول له كونكريت و ريكتانجلر كولم. هنقول له هات لنا المثال بتاع شورت كولم ويز اكسيال لود. عندي عمود الاتش بتاعته 250، البي 250 ملي، الدي اللي هي عبارة عن المسافة من نص قطر السيخ الى سطح الخرسانة. لو حاولنا نغيرها عشان نحس بالفرق وقلنا دي مثلا وليكن 50، بنلاحظ ان المسافة دي بتكبر. لو رجعناها تاني 40 المسافة دي بتكبر، يبقى الكبر من ناحية في اتجاه اكس مقداره 40. نفس الكلام بالنسبة لواي، بنلاحظ اللي هو ال هخليه 40 و40، يعني 4 سنتي و4 سنتي. بالنسبة لل نوت طول العمود بيبقى 3 متر. بعد كده الاف سي يو ناخدها 25، ممكن ناخدها 30، بعد كده الاف فيلد ناخدها 450. البريسنج اللي قدامنا اللي احنا شايفينه ممكن نربط العمود خليه بريسنج او بريزد في اتجاه اكس وبريزد في اتجاه واي. في البداية عايزين نعرف ايه هي الاند كونديشن. في 3 حالات الاند كونديشن، هي الفولي فيكسد اللي هي متفكسدة بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ممكن نقول لها بارشال فيكسد يعني تبقى متفكسدة في اتجاه واحد بس، وبعد كده ممكن نقول له بين يعني هنج، وبعد كده ممكن فري يعني حرة، يعني كانتيليفر كولم. هندرس الحالات دي كلها بالكامل ونشوفهم حالة حالة في الحلقات الجاية. هنشوف دلوقتي الحالة بتاعت البريزد كولم. هنفكسده او هنقول له بريزد من هنا ومن هنا، ونقول له فولي فيكسد من هنا من التوب والبوتوم من ناحية اكس، من اتجاه اكس ومن اتجاه واي. ملاحظين لو احنا شلنا الصح بتاعت البريز دي، القيمة بتاعت الافكتيف لينس فاكتور او ال نوت او ال باكلينج بتزيد، يبقى 1.2 ال عشان ان بريز. طب لو قلت له بريز بتقل القيمة، بتبقى 75% من الطول اللي هو 3 متر. لو شفنا حالات التحميل عندنا، حالة تحميل واحدة تيت لود زائد لايف لود. البي اللي عندنا هتبقى مجموعة الاتنين 924 كيلو نيوتن. مفيش احمال للمومنت لان احنا شغالين اكسيال لود فقط. فكده اخش على الديزاين، هيجيب لي شكل الاتجاه اكس وفي اتجاه واي. دي فولي فيكسد بريزد ودي فولي فيكسد، نفس الكلام ده بالنسبة للاند كونديشن. المومنت اللي على العمود ده هيبقى بصفر لانه اكسيال لود، وبالتالي هنصمم على ال ام اكس مينيمم او لو مينيمم مومنت هيبقى 11.6 كيلو نيوتن. لو بصينا على الريزلت او ديزاين ريزلت فور لود كيسز، هيبقى النورمال مقدار 924. ال ام اكس اديشن بصفر عشان ما فيش اكسنتريستي، ام واي اديشن برضو بصفر عشان ما فيش اكسنتريستي، ال ام اكس برضو نفس الكلام بصفر، وال ام واي بصفر. الام واي هتبقى المينيموم بتاعت الاكسنتريستي اللي هي 11.6 كيلو نيوتن في المتر. ده المينيموم مومنت في اتجاه الام واي داش. وبعد كده ديزاين اكسس هيبقى الخط التصميمي لي او المحور التصميمي للعمود، هيبقى الواي واي. تمام. بعد كده هقول له ال ASC على ال AC اللي هي مساحة الحديد على مساحة الخرسانة، بساوي 85% في التالي area S perpendicular اللي هي العمودية هتبقى 528. لو شفنا الكلام ده في شكل chart XX، ده ال interaction diagram اللي احنا بنشوفه عند اي axial load، وليكن مثلا 881 مومنت بيساوي 10.5. لو مشينا اتجاه الزيادة عند اكسل لود 719 مومنت بيساوي
63، فده بيدينا شارت يربط بين الاكسيال لود والبيندنج مومنت عند الحالة بتاعت العمود بتاعنا. وده طبعا يعني مومنت ماكسيموم هنا 162، ده اقصى مومنت ممكن يشيله العمود، وفي نفس الوقت اقصى اكسيال لود هيبقى 377. نفس الكلام في اتجاه واي 377، والماكسيموم مومنت هيبقى 162 كيلو نيوتن في المتر. بعد كده نتحرك بالماوس، هنلاقي الحمل بيزيد مع المومنت، ولو مشينا باتجاه اكس هنلاقي الحمل ثابت ولكن المومنت بيزيد. وبعد كده كل تشارت من ده بتزيد فيه المومنت حسب القيمة اللي احنا بندخلها للاكسيال لود. لو دخلنا على الكالكوليشن شيت او النوتة الحسابية، هلاقي شكل القطاع اللي عندي في ال H و ال B وخصائص القطاع اللي انا دخلتها في column design chart بالنسبة لل X وبالنسبة لل Y. بعد كده assumption الفروض اللي هو افترضها، وبعد كده design code الكود المستخدم. بعد كده لو العمود braced هيبقى 75% في ال LX و 75% في ال LY اللي هي ب 3 متر، ادينا الكلام ده 2.25. نتأكد عمود سلندر ال LX ال effective X اللي طلعناها دي على ال H بتساوي 9، ده اقل من 15، وال ال effective Y على B بتساوي 9، الكولم ده اقل من 15، يبقى العمود ده في الحالة دي كولم از شورت. بالنسبة للانيشال مومنت M1 طبعا سمولر انيشال اند مومنت بصفر، ال M2 بصفر، انيشال مومنت نير مايلد هايت اوف ذا كولم هيبقى سالب 4/10 M1 زائد 6/10 M2 أكبر من 4/10 M2 بيساوي صفر. بعد كده الأكسيال لود ديزاين اللي هو 924 اللي هو مقدار النورمال على العمود. تشيك فور مينيمم اكسنتريستي، نتأكد من مينيمم اكسنتريستي، يبقى ال M منهم بيساوي 11.6 كيلو نيوتن في المتر على الواي اكسس. بعد كده هنصمم العمود على الالتيميت ليميت ستيت، وبعد كده بنطلع ديزاين شارت لاتجاه اكس اكس وديزاين شارت لاتجاه واي واي. الاريا كونكريت او الاريا رينفورسمنت المطلوبه التسليح بتساوي 528 بيساوي 85% في المية من الاريا كونكريت. بكده اقدر اطلع اللود ريزلت او حالة التحميل، واطلع الاريا اس بتساوي 85% من الاريا كونكريت. طلع الام اديشنال طبعا بصفر، الام الام اي ام واحد ام اتنين بصفار، مفيش بس النورمال، والام اللي هو مينيموم اكسنتريستي 11.6. بكده يبقى احنا صممنا اول نوع من الاعمدة، هو عبارة عن شورت كولوم ويز اكسيال لود.